في الصيدلية عن سيرم ريتينول، سيرم نياسيناميد، سيرم فيتامين سي، وسيرم هيالورونيك. هنكلمكم النهاردة كل سيرم بيعمل ايه بالظبط، نقدر نستعمله من سن قد ايه، وهنعرفكم كمان احسن نوع في الاصناف المصري والاصناف المستوردة في كل نوع. اول نوع سيرم الهيالورونيك اسيد، وده بيدي نضارة وبيدي ترطيب، مش بس كده كمان بيأخر ظهور العلامات التعبيرية وبيأخر ظهور التجاعيد. افضل نوع في الاصناف المصري هو الهيالوميكس سيرم، ولو عندكم الامكانيات المادية عالية وعايزين تشتروا نوع مستورد، فهيالو بي 5 من لاروش افضل نوع في الاصناف المستوردة. ممكن نستعمل سيرم الهيالورونيك اسيد من فوق سن العشرين سنة. نيجي لنوع سيرم من اشهر انواع السيرامات، سيرم النياسيناميد. دوره ان هو بيوحد لون البشرة، بيعالج المسام الواسعة، وبيقلل من التصبغات اللي في البشرة. بنستعمله من فوق سن الـ30. احسن نوع في الاصناف المصري ايفا سيرم للنياسيناميد، والحاجات اللي بفلوس كتير المستوردة بيتشي نياسيناميد سيرم. نيجي للنوع الثالث اللي هو سيرم فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة. فهو أول حاجة طبعا بيعالج التصبغات، بيعالج أكسدة البشرة، وخصوصا في الجو الحر ده لو بشرتك مطفية ومجهدة هيعالج لك الموضوع ده. أفضل سن نستعمله السيرم الفيتامين سي من فوق سن الـ20، وأفضل نوع في الأصناف المصري ستار فيل سيرم، وافضل نوع في الاصناف الاجنبيه يوسرين سيرم. اخر نوع هو سيرم الريتينول، وسيرم الريتينول مهم جدا عشان بيأخر من ظهور حب الشباب، بيعالج اثار الحبوب، وبيوحد لون البشره. سيرم الريتينول يفضل استعماله بعد سن الـ30، وافضل نوع في السيرامات ريتينول للسوق المصري هو سيلت سيرم، اما افضل نوع في الاصناف المستورده فهو ذا اوردينري. ودول اشهر 4 انواع سيرامات موجوده. يا رب تكونوا عرفتوا كل واحد استعمله ايه واحسن الانواع، واللي عنده اي استفسار يبعت لنا في الكومنتات.